حياكم الله بفقرتنا. نتكلم اليوم عن إيجابيات التواصل الاجتماعي اللي كان له الخدمة الكبيرة والعظيمة لأكثر فناني الكاريكاتير. الاعتماد سابقاً كان على التلفزيون والصحافة، لذلك كان ما يغطي جميع فناني الكاريكاتير، وكانوا في فنانين يرسمون ولكن ما حد يدري عنهم إلا إذا شاف لهم مقابلة في الصحافة أو في مقابلة تلفزيونية في التلفزيون. فأصبح السوشيال ميديا هي الاهتمام الأكبر للناس، واللي نقل الفنانين نقلة نوعية جدا، وزاد عدد الفنانين. كذلك إحنا كجمعية كاريكاتير تعرفنا على غالب الموجودين من السوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا ينقل جميع ما يخص الفنان من حياته الشخصية، حياته العملية، وكذلك أعماله، واللي شفنا أعمال كثيرة في الكاريكاتير اللي عرفنا كذلك على الفنانين وخلانا ننتبه لهم أكثر. في فنانين ما يحبون يطلعون في الإعلام أو في مقابلات تلفزيونية، فيكتفون بأعمالهم بالسوشيال ميديا. كذلك السوشيال ميديا خلاهم من أشهر الفنانين، وعندنا كثير منهم في الساحة الكويتية. لذلك السوشيال ميديا دائما يكون سلاح ذو حدين، ولكن سلاح فناني الكاريكاتير في السوشيال ميديا هو سلاح جميل جدا، وعندهم أفكار جدا قوية، وناس كثير تتابعهم وتتابع أفكارهم. وكل ما تطورت الأحداث كذلك دائما أشوف تعليقات يقولوا لي: سارة لا تنسين ترسمين عن الموضوع الفلاني. فالناس على استمرار شديد في متابعة أعمال الفنانين، وكذلك هذه الأعمال هي اللي خلت الأنظار تنجذب لنا ككويتيين من الخارج، وخلى الفنانين يشاركون كذلك في المحافل الدولية كالمغرب، الرياض، البحرين، وفي جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، وحتى فرنسا. فالحمد لله السوشيال ميديا يعني مكان جبار للفنانين وغيرهم انهم يبدعون ويبرزون وينشهرون عن طريقه. نشوفكم ان شاء الله على خير. صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم معنا في فقرتنا. اليوم راح نتكلم عن الأطفال الصغار وقز الأسنان، أو العض، أو الصوت اللي يطلع الطفل بالليل وهو يعضعض على أسنانه. هل هذا طبيعي ولا لا؟ وايد تحصلني اتصالات: طفلي عضعض على أسنانه وعمره 3 سنين 4 سنين. أحب أبشركم أن هذا الأمر عادي وطبيعي، بس لازم يكون خالي من شغلتين: التبول اللا إرادي عند النوم، والشغلة الثانية الإشخير. إذا كان في تبول لا إرادي، إشخير، وعضعضة وصوت عضعضة أسنان بالعمر الصغير هذا، لازم نراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لأن هذه أدلة على مشاكل في التنفس خلال النوم: العض، الإشخير، التبول لا إرادي. زين، العضاضة هذه بعد عمر 3 سنين تخف، بعدين ترجع مرة ثانية بعمر 6 سنين لعمر 12 سنة بسبب نمو الأسنان الدائمة. فطبيعي حركة الأسنان الدائمة داخل الفك تؤدي إلى الطفل أنه يقز ويعضعض على أسنانه وتسبب أصوات مزعجة. بس هل نقدر نسوي شيء حق الطفل بالعمر هذا؟ لا. أجين، إذا ما في تبول لا إرادي، ما في شخير، ما في أي مشكلة إن شاء الله. زين، طلعت الأسنان الدائمة عند الطفل صار عمره 14 سنة وأسنانه كلها دائمة، المشكلة هذه للحين عنده هي العض والقز على الأسنان. هني لازم نرجع حق طبيب الأسنان ونقول له المشكلة هذه. طبعا خلال الفترة هذه في زيارات دورية طبيعية كل 6 أشهر 4 أشهر للطفل حق الفلورايد والتنظيف. حين وصلنا 14 سنة وللحين الطفل يقز ويعضعض على أسنانه، هني بالعمر هذا تكون الأسنان كلها دائمة، نقدر نلجأ لطبيب التقويم، طبيب التركيبات، عشان نصنع الواقي مال النوم اللي يحمي الأسنان من الكسر بسبب العض المستمر. شنو المشاكل اللي تصير إذا ما خذينا الواقي حق الطفل؟ من المشاكل هو تكسر في طبقات المينا بالأسنان. فتلقى من عمر 12 سنة يعضعض الطفل، لما يوصل عمره 20 25 سنة يصير وايد احتكاك وانحسار في طبقة المينا وتكسر فيها.
هني في الفترة هذه راح يكون في مشاكل حساسية ومشاكل كبيرة في الأسنان لأن ما استخدمنا واقي النوم. فوايد مهم أن نشرح حق الطبيب كل شيء، وايد مهم المراجعات الدورية، وإذا في قز على الأسنان بعد عمر 14 سنة لازم نستخدم واقي النوم. إن شاء الله استفدتوا من المعلومات ويعطيكم العافية. حياكم الله مشاهدينا بالفقرة الرياضية. اليوم راح استخدم الكتلبل. الكتلبل مثل ما انتم شايفين بهالشكل، يكون الوزن بالنص وفيه تقريبا المسكة مربعة، فنقدر نستخدمها بكذا تمرين ونقدر نحرك أكثر من عضلة مثل الأكتاف، الصدر، البيطان والأرجل. فاليوم راح أعطيكم تمارين أرجل عن طريق الكتلبل. أول تمرين عندنا بهالشكل، أني راح أمسك الكتلبل بهالشكل وراح أنزل سكوات بهالطريقة كذي، راح أنزل من 10 إلى 15 تكرار أو من 30 إلى 45 ثانية. عندنا التمرين الثاني نفس المسكة سكوات بهالشكل، بس أني راح أنزل على ركبي، راح أنزل على ركبي وراح أمسك الكتلبل بهالشكل وراح أصعد يمين وأرجع مرة ثانية أنزل يمين، وأصعد يسار وأرجع مرة ثانية يسار كذي، يمين يسار واحد، ومثل ما قلت لكم من 10 إلى 15 تكرار أو من 30 إلى 45 ثانية ثلاث جولات. عندنا التمرين الثالث راح نلعب لانجي عن طريق كتلبل، راح أستخدم الاثنين وراح أنزل بهالطريقة، واحد اثنين او واحد اثنين او اليسار واحد اثنين. يفضل اني العب 10 يمين بعدها العب 10 يسار وكذي انا لعبت جولة. فراح العب التمارين الثلاثة مثل ما ذكرت لكم من 3 جولات من 10 إلى 15 تكرار أو من 30 إلى 45 ثانية بالوقت. وبكذي شفنا الثلاث التمارين عن طريق الكتلبل، وأتمنى أن استفدتوا من فقرتنا اليوم. نشوفكم على خير.